موسيماني، النهارده السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن انه اول مدرب افريقي اجنبي افريقي، خلينا نقول او نصححها، يعني اول اجنبي افريقي درب النادي الاهلي، وده يمكن بقى اللي ممكن يفتح المستقبل قدام المدربين الافارقه بشكل كبير في اللي جاي، لانه دايما الاهلي، ومش عشان في القناه بنقول كده، بس هو دايما اللي بياخد الخطوه الاولى او التجربه الاولى، وبعد كده يعني بيفتح السكه يعني للي بعديه. فقول لي بقى، موسيماني هيعمل ايه مع النادي الاهلي؟ والاختيار ده من قبل مجلس اداره النادي الاهلي هيكون في صالح النادي الى اي مدى؟ هو طبعا يعني دي خطوه، مش عايز اتكلم كلام مجعلص، انما خطوه تاريخيه. اول مدرب اسمر، ما انا مش عنصري ولا حاجه، اول مدرب اسمر هيدرب في مصر اكبر نادي في مصر. هو الحقيقه يعني واضح انه هو يعني النادي الاهلي مش غريب عليه، شافه وشاف فيديوهاته وشاف بطولاته وعاش جماهير وشاف الجماهير وشاف معانا لقطه بيصور الجماهير بالبيت. النادي الاهلي هو يعني ايه، عايش معانا، عايش معانا من زمان، وفاهم فاهمنا يعني فاهم. مش هياخد وقت علشان يتاقلم مع اوضه اللبس ومع الملعب ومع يعني بس ايه علاقه البشره السمراء في موضوع التدريب؟ انا يعني حضرتك بتقول يعني قصدت بيها ايه لما قلت كده انه صاحب البشره السمراء اول مره يدرب في النادي الاهلي؟ هل دي يعني ليها دلاله معينه يعني، ولا مش فاهمه؟ لا مش قصدي، مش قصدي البشره السمراء يعني. ما كان عندنا ما كان في همامي، وكان في كان في كان في كذا مدرب. ايمانويل اومينيكا كان برضو مدرب المقصه يعني. انا بتكلم على يعني مدرب وارد افريقيا. وارد افريقيا، نعم. مش وارد اوروبا. يعني احنا يا اما واحد مصري يا اما مدرب من اوروبا، اجنبي اوروبي. انما مدرب بلاك افريكان، لا ما عندناش، ما عندناش ده. ما عندناش في مصر كلها. فهي تجربه جديده، بس تجربه جديده ومحسوبه. محسوبه بنتائج وبامكانيات وبرؤيه. واكيد طبعا السي في بتاعه، وبعدين الناس، اللجنه اللي بتختار بتشوف فيديوهات وبتشوف الكوتشنج بتعمل ازاي. انا لما اجي اخد مدرب في النادي الاهلي بشوف ماتشاته.